السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. انا عارف ان احنا متاخرين عليكم جدا في الفيديوهات، بس بصراحه ما كناش عايزين نرجع لكم من غير لما نكون مخلصين الكرفان ده تماما. والنهارده اخيرا جه اليوم ده عشان اوريكم الكرفان في شكله النهائي بعد التجديد. كنت سامع كده الفتره الاخيره كومنتات بتتردد كده وباقاويل كاذبه بتقول هو انت عفيف هتقعد تجدد في الكرفان طول حياتك ولا ايه؟ فالنهارده قررت ان انا اجيب لكم البروفيسور والماستر ده اللي هيجيب الموضوع من الاخر. عم مانويل النهارده بقى هيساعدنا في حاجات كتير جدا متعلقه بالنجاره وقص خشب وكلام من ده كله عشان نحط التاتشات الاخيره لينا في الكرفان. يعني هيساعدنا ان احنا نركب العتب اللي احنا اشتريناه وهنركبه دلوقتي بعد ما دهنا وظبطنا الدنيا عشان ندي فاينل اخير زي ما انتم شايفين كده ما بين الارضيه والحيطان شكل الدنيا عامل ازاي. حاجه هيساعدنا ان احنا نخلص الدولاب بتاع الهدوم اخيرا ونحط بقى الرفوف بتاعتنا بحيث ان ده يبقى ايه السكشن بتاع الهدوم بتاعنا المترتب المتظبط. الحاجه بقى اللي هيساعدنا فيها والاهم بقى ان احنا نشوف سيستم جديد للسرير. So Dominique, last time going to the construction shop. إن شاء الله. Dominique استوت مرواح على أم المحلات بتاعت الكونستراكشن شوب ديت، رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. المفروض النهاردة بإذن الله يكون آخر يوم. رايحين دلوقتي نشتري خشب جديد للسرير، ورب الفكرة اللي في دماغنا بالنسبة للسرير تكون كويسة وسهلة زي ما احنا متوقعين، ويكون عملنا تطور حتى لو كان الموضوع أبسط بكتير من قبل كده. امبارح فضلنا شغالين على السرير ده لغايه لما الدنيا ظلمت، يعني لغايه حوالي الساعه 10 في الليل لعم مانويل ما سبناش غير لما خلصنا السرير. احنا قبل التجديد كان عندنا نظام سرير كان بيترفع كده، بس مشكلته الوحيده ان هو كان قصير، يعني كان بيقف لغايه هنا كده، ما كانش بيملى الفراغ ده، فكانت الحته ديت دايما بتبقى فاضيه، فكان ده بيبقى سرير لوحده وده بيبقى سرير لوحده. وبما اننا بقى قررنا ان احنا مش هننام فوق كده لان المكان ضيق لينا وهنستخدم المساحه الكبيره ديت كلها ونعملها سرير واحد كده هيبقى السرير الاساسي بتاعنا، فكان لازم يكون للموضوع ده حل. لوح خشب يكون موجود تحت المرتبه بتاعت الكنبه اللي موجوده هنا، ولما نيجي ننام مجرد ان احنا بنشده كده وننزله كده يبقى عندنا السرير الجميل اهو. ودي المكان بتاع الترابيزة اللي هتنزل فيه مكانه برضو، ويبقى عندنا المكان ده كله سرير جبار. وبكده دي تكون اخر حاجة واخر تجديد عملناه في الكرفان. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي عملناها طول الاسبوعين اللي كنا غايبين عنكم فيهم. طبعا من الفيديو اللي فات اخر حاجة شفتوها ان الكاونتر توب ده كان متدمر تماما، بس المنقذ نقذ الموضوع. دومينيك قالت لي بقى سيبني لوحدي ما تعملش اي حاجه ابعد عني. جيت لها بعد حوالي ساعتين ثلاثه كده لقيتها خلصت الكاونتر توب الجبار، وبقى ده شكله النهايه يا جماعه. هما كده دايما الستات بيشيلوا دايما مصايب الرجاله. اول حاجه بقى خلصت الاسبوعين اللي فاتوا دولت كانوا البابين دولت شطبتهم وبقوا تمام. انا كنت في مرحله من المراحل ما كنتش مصدق ان البابين دولت هيخلصوا، يعني كان فيهم مشاكل كتير جدا وكل القشره اللي فيهم كانت بتقع وما كنتش عارف اعمل فيهم ايه. الحمد لله حلينا مشكلتهم واتعلقوا وركبوا وكل حاجه تمام، غير بقى ان انا ركبت كل الحاجات اللي كانت موجوده هنا، ما عادش في حاجه مش متركبه، الفان رجعت لطبيعتها من اول وجديد. واحده من اهم الحاجات اللي عملناها طول الاسبوعين اللي فاتوا كمان ان احنا ركبنا الشبابيك اللي كانت موجوده هنا تاني، اللي هي الستاير اللي بتتحرك اللي فيها ناموسيه، بنقفلها كده عشان
تظلم علينا الدنيا لو حبينا ان احنا ناخد تقيلة بالنهار، او الدنيا منورة بره، او احنا نايمين كده كده ومش عايزين حد يشوفنا من بره. لو انهم كلهم الاربع قطع باللون الابيض بسبراي كده متماشي تماما، تحس ان هم بقوا جداد. ده غير كمان ان انا خلصت الترابيزة ديت، ركبت الرجل بتاعها تاني بعد ما دهنتها كلها باللون الاسود بالسبراي، وركبت الحامل بتاعها اللي موجود هنا، وبقت جاهزة للاستخدام. والله العظيم الترابيزة ديت انا ما كنتش متخيل انها تبقى بالصورة الجامدة دي. واحدة من الحاجات المهمة بقى اللي عملتها برضه الفترة اللي فاتت، ان انا خلصت الجنبين دول. فاكرين الجنبين دولت كان شكلهم زمان كان عامل ازاي؟ عندنا في الجنب بتاع السرير زي ما انتم شايفين في الحتة القماش ديت والحتة اللي تحتها ديت، عارفين استخدامها بحيث ان انت وانت طالع عايز تطلع السرير رجلك خبطت هنا ما تتأذاش. انما ده بقى مش عارفين السبب بتاعه ايه، هو بس يعني ستايله كده. واحدة من الحاجات المميزة اللي هنعملها عندنا في الكرفان من ناحية بقى الديكورات والكلام ده كله، ومشوفتهاش في أي حتة تانية قبل كده، إن احنا هنغطي الجدران اللي كان موجود عليها قبل كده زمان القماش، فاكرينه اللي أنا شيلته ده، بخشب الكرك، خشب كده زي ما انتوا شايفين مضغوط مطاطي شوية، تقدر تعلق عليه حاجات وكلام من ده. بس احنا كنا مقلقين من المنظر ده، مش عارفين هيظبط معانا ولا لأ، فقررنا إن احنا ندهنه أبيض بحيث ان هو يدينا كده شكل وملمس مختلف، ويكون ليه درجات كده معينة من اللون. يعني هو انتوا لو شايفينه هو مش لونه ابيض زي لون الفان، لا هو فيه كده ايه دخلات، وهيدي شكل كده كول للكرفان. ورجعت تاني ركبت بقى ظهر الكراسي ديت اللي موجودة هنا ديت اللي شلتها وانا بشيل القماش اللي موجود في الجناب ديت، والحمد لله ما طلعش صعب ولا حاجة في تركيبه تاني. اكتر بقى حاجة خدت مننا وقت طول الاسبوعين اللي فاتوا دولت، هو ان احنا نغير كل الاقمشة اللي كانت موجودة عندنا هنا في الكرفان. مش بس كده، نغير كمان المراتب اللي موجودة هنا، لان المراتب ديت كان عمرها حوالي 33 سنة، ف يعني جرى عليها الزمن والنوم عليها مش مريح تماما. فعملنا اوردر بقى للسفنج ووصل في ميعاده، بس اللي اتأخر واللي ما كانش راضي يجي خالص، وكنا خلاص فقدنا الامل وكنا هنبدأ نروح في اي حتة بقى بعد ما زهقنا ان هو خلاص مش هيوصل، هو كان القماش. القماش بتاع التنجيد بتاع الكراسي اللي موجودة ديت، والقماش كمان بتاع الحد ده. واخترنا بقى القماشة الجميلة ديت وجددناها الفترة اللي فاتت، انا اللي عملت المشروع ده، وديت كانت اخر قدراتي في التنجيد. شلت الخشبات اللي موجودة هنا اللي متثبتة بالمسامير اللي موجودة في كل الاماكن ديت زي ده كده. بعد كده شلت القماش القديم وحطينا القماش الجديد ده، قماشة كده لون مختلف كمان عن اللون اللي موجود هنا. هنا هنستخدم السفنج اللي موجود عندنا القديم، لانه اولا هياخد وقت كتير جدا، ثانيا لان الميزانية بتاعت السفنج اللي موجود هنا ده يا جماعة غالية جدا، خارجة عن الميزانية دلوقتي، خاصة ان احنا لسه عايزين نعمل التطور اللي جاي بتاع الكهرباء اللي هيكون تغيير شامل بقى للكرفان ده و الامكانيات بتاعته. دي كده بقى كانت الحاجات الخفيفه كده اللي حصلت طول الاسبوعين اللي فاتوا واللي خلصتها انا بنفسي. بس الحاجه الكبيره واللي كانت بقى دومينيك هي اللي مركزه عليها هو تنجيد الكراسي اللي موجوده ديت. السداد ديت خدت من دومينيك حوالي 5 ايام من الشغل المستمر، كانت من اول ما تصحى الصبح بتقعد عليهم لغايه الساعه 11 بالليل. الكرفان ده طلع احلى من توقعاتي بكتير جدا يا جماعه. القماش اللي احنا اخترناه كنا متخيلين ان هو الخامه بتاعته هتكون ادخن من كده شويه، وهيكون لونها دافي عن كده شويه. المفروض ان هما لونين، واحد لون كده زي لون الكرفان اوف وايت كده، ولون تاني بيج. بس الصراحه لما حطيناه هنا حسينا ان هو رمادي شويه، مش مدينا الدفى اللي كنا متخيلين منه، بس الصراحه شكله جامد جدا. New van, huh? Very pretty. Yeah, very clean and nice and fancy. Yeah, I'm satisfied. Wow, and they're comfy. Yeah, they give a different look for the whole van. Yeah. Should we try to build it a bit no. to see if our construction is holding? Yeah. Okay, we'll stop.
السرير ده مريح اكتر من السرير بتاعنا اللي فوق، والطريقه اللي عملتها انا عم مانويل امبارح شغاله 100 100 لغايه دلوقتي. What do you think about the final result of the band? انا توقعت ان هي هتبقى شكلها مختلف عن كده، يعني كان عندي تخيل كده. التخيل ده ما كانش وحش، بس هي طلعت احلى من التخيل ده وبشكل مختلف شويه. هروح من يونس كده يجي لي كده. Yeah. Yeah, when we saw the van for the first time before we bought it, I didn't expect that it can look like this even. No. Like it was so dark and so old school and vintage somehow, but not in a fancy and nice way. Just very dark and heavy and yeah. Yeah, like a dark hole. And now it's so surprising and so nice to have such a bright and open and fresh and clean van. اكتر حاجه بقى حبيبها في الكرفان ده ان كل حاجه فيه الوانه والقماش اللي اخترناه وكل التفاصيل اللي فيه هتكون جاهزه كده انها تتقبل اي حاجه تيجي لها من كل الثقافات بقى والبلاد اللي احنا هنمر عليها، سواء ديكورات. ودي اكتر حاجه كنا حابينها ان هي تكون في بيتنا الجديد اللي يكون شبهنا في كل حاجه. This construction is really strong. No. Oh God. دلوقتي بقى نقفل معاكم الفيديو ده ونروح نحضر نفسنا لأول رحلة لينا بالكرفان بعد التجديد. ده اللي هتشوفوه بإذن الله في الفيديو اللي جاي. أشوفكم فيديو جديد وسلام.